السيدة مشادي. مشادي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايزة أسأل، بس عشان أنا ما باجي أقرأ القرآن لازم أكون لابسة طرحة ومتوضية، ولا لأن أنا ببقى قاعدة أبص لاقيني أقول إيه لما أقعد أقرأ شوية أروح قارئة أبص ألاقي نفسي مش لابسة طرحة ولا متوضية، يا ترى ده بيبقى غلط ولا مش غلط؟ هجاوب على حضرتك يا حاجة مشادي. تمام، لو سمحت سؤال تاني. اتفضلي. يعني أنا عايزة أفهم إيه الفرق بين الزكاة والصدقة، لأن أنا بدفع فلوس شهرية، فأنا مش عارفة دي، وأنا في نيتي إن هي من الزكاة ومن الصدقة ليا والزوج الله يرحمه. فأنا كنت عايزة أعرف، يعني أنا دلوقتي بدفع كل شهر مش بالسنة، يعني بالسنة هيبقى المبلغ عليا كتير. خد بال حضرتك، أنا بيطلع لي في الشهر 4600، بدفع منهم 1500، فأنا مش عارفة كده أبقى أنا بعمل صدقة ولا دي زكاة بس. هجاوب على حضرتك والله تقول لي يعني. طب معلش معلش يا حاج مشادي، عندي أيوة. سؤال، عندي سؤال، أنت عندك أفضل. رصيد في البنك؟ أه، الفلوس اللي في البنك بتطلع لي 4600. طيب يعني دي الفلوس، ده الفلوس اللي في البنك دي بتطلع لك 4600. أنا هجاوب على حضرتك على طول. فبطلع أنا منهم 1500. خلاص، هجاوب على حضرتك. أنا كده بطلع دي بس كله ده زكاة هجاوب ولا على حضرتك صدقة؟ معاك في دخول تانية بتنفقي منها، ولا انت بتنفقي من الفلوس دي؟ لا انا معاش، انا يعني زوجي. خلاص انا هجاوب على حضرتك، تعالي معاش. هجاوب على حضرتك يا حاجة مشادي. بص يا سيدي، بص حضرتك، اول حاجة قراءة القرآن، قراءة القرآن لازم نفرق ما بين مس المصحف وقراءة القرآن. انت كنت بتكلمي على قراءة القرآن. قراءة القرآن لا تستلزم الوضوء، لا تستلزم الوضوء، وكمان لا تستلزم ان يكون الانسان في حالة ستر كامل للعور. يعني ايه؟ يعني مش مستلزم ان انت تكوني لابسة ما يستر عورتك اللي هو شعرك وكده، ولكن يجوز لك ان تقرأ القرآن ما دمت في حالة لبس محتشم في تأدب مع حالة القرآن الكريم، لكن مش لازم تكوني لابسة اللبس اللي انت بتصلي بيه، عشان نبقى واضحين، عشان ما يبقاش المسألة مسألة ان احنا عندنا ستر العورة للمرأة هي اللي بتصلي بيه، ان هي تستر عورتها كلها الا الوجه والكفين. فليس يلزم عند تلاوة القرآن ان انت تكوني على الهيئة التي تصلي بها، تمام؟ لكن عندنا بنتقدم مع القرآن الكريم. لكن لو زي ما انت قلت كده، شعر مش لابسه، مش حاطه طرح على شعرك ولا شيء، يجوز ان انت تقراي القران هكذا، يجوز ان انت تقراي القران هكذا، ويجوز ان انت تقراي القران، تقراي القران، تحركي لسانك بالقران وبصه في المصحف وتحركي لسانك بالقران، يجوز ان انت تعملي ده كمان وانت مش متوضيه. اما مساله مس المصحف، الجمهور على ان لازم مس المصحف يتطلب الوضوء. تعالي بقى نتكلم بقى في المساله الثانيه. انت دلوقتي بيخرج لك من شهادة الاستثمار او الوديعة اللي انت حطاها 3600 زي ما حضرتك تفضلت كده، انت المطالب عليك، المطالب منك في الزكاة ان تخرجي عشر هذا الريع، يعني تخرجي 360 جنيه، يعني هنقسم ال 3600 على 10 هيطلع 360 جنيه. فانت اللي بتعمليه ده لو نويتي بيه الزكاة، لو نويتي بيه الزكاة هيخرج منه زكاة، والباقي هيكون ممكن تخرجيه صدقة. فاللي انت بتخرجيه ده لو نويتي بيه الزكاة وانت بتخرجيه هيكون يخرج بيه الزكاة، وانت مش مطالبة ان انت تخرجي الزكاة سنويا، لان حضرتك قلت ان حضرتك على المعاش، فانت مش مطالبة ان انت تخرجي الزكاة سنويا، لان احنا مش هنخليكي تخرجي الزكاة على كل، وهو ده اللي من اجله الفتوى دي جت، لإخراج العشر من الريع على الودائع وسندات الاستثمار. ليه قلنا كده؟ لأنه على بعض الناس اللي هم في هذه الحالة بيكون عندهم حالة من حالات أن المال تأكله الصدقة هكذا، فإيه اللي يحصل؟ فكانت فتوى إن احنا نعامل شهادات الاستثمار والودائع كما نعامل الأرض الزراعية، فإيه اللي يحصل؟ فيخرج عشر الريع، عشر الريع المبلغ اللي حضرتك بتقوليه دوت هيخرج منه 360 جنيه. ايه اللي حصل بقى؟ انت بتخرجي 1500
فهيبقى انت كده بما انك نويتي وانت بتخرجي المال ده الزكاة، فانت تخرجي الزكاة ان شاء الله، وربنا يبارك لك في مالك ان شاء الله. والمال الزائد ان شاء الله هيبقى فيه الخلاف، هل الباقي بقى ده تعتبر بياخد ثواب الفريضة ولا بياخد ثواب الصدقة؟ ان شاء الله ربنا يكتب لك الثواب العظيم ويكتب لك الثواب العام والخير العميم ان شاء الله. فانت بتدفعي الزكاة كده.